علاش هضرت معاك انك تتصور كاميرا خفيه اخويا كنا معاك اخويا كنا يا السلام عليكم الاخوان عشاق الراب المغربي بالخصوص الوالده ديالي اللي ماتت شهر جوج لو 22 العام اللي فات وغنلوح الكليب ديالها بما انه عجبكم البلان الاول قررنا نزيدو نكملو في هذا الكونسيرت بالشرح كازا كنشوفكم هاد المره طلب منا صديق القناه يوسف العاشوري نشرح لكم كوتو سويس المورفين كنت في الغابه تصبرت كوتو سويس كوموندو نويطات اللي غابرين في التراك بنادم ما فهموش وحتى اللي شرحوه ما توفقوش الشرح ديالو ايوا عجبت فهمو شنو هنا عنا فيه المادي Wait a minute. Who are you? اول حاجة هاد التراك كلاش البوز مبني على واحد الفيديو شبه انترفيو كان دورو بوز حاول على راسك مطبوعة فراجيل في الكارتون حاول على راسك ديجا مطبوعة فراجيل في الكارتون بوز كان قلب اللي فاش كان كيبغي يسجل التراكات ديالو كان كيدخل في الكارتونة ديال التلاجة باش ما يتسمعش الضجيج ويكون الصوت نقي قلتي لي تريكورد ايه في الدار ياك كنريكورد غير عندي شي مايك مزيان كذا عندي واحد الكاميرا بروفيسيونيل واحد كارتون الخطا كنسجل فواحد الكارتون ديال التلاجة تتخشى في وسط الكارطون كنجمع بيه الصوت حيت بغيت كنقتل بيه ديك الروبير عرف الراب مني لراسي راسي اللي دار لي الشوك عرف الراب مني لراسي وراسي اللي دار لي الشوك شافتيه مني انا وقراني تشد معانا ضد تموت وانت عرفتيه مني وانا وقراني تشد معانا ضد تموت بوز قلب اللي تانسبيرا من الراب المغربي خصوصا واحد القرص المدمج اللي كانوا مجموعين فيه التراكات اللي كانوا دايرين بوز في الراب المغربي فاش بديتي تسمع الراب اول مره ليش سمعتي اول مره سمعت الراب انا من الجينيراسيون اللي سمعت الراب لا العود الليل و عيسى وستايل اشكاي عود الليل اخي انا مازال علاش ضحكت مازال نعقل كانوا عندي في كاسيطه عقلت على الكاسيطه اللي بالسينت وكنت نسمع وتنسمع بالتخبية حيت كانوا فهمتي ديك الحضره لا شي واحد خسر الهضره في اغنيه ولا شي حاجه راه شي حاجه في شكل تقدر تسمع بالتخبية ولا تدق الصوت بزاف وكذا رجعتيني الله شي ايام في الوقيته بالضبط اللي كان واحد السي دي ديال ميديتي كان داير الباز فيه جامعين فيه شي تراك عند 12 ستيب فراغاما عقلت عقلت دو واحد السيد احمر كان داير الباز البنات ايه عقلت وقيلا يمكن هذاك هو السيد الراب اللي كان هذيك الوقت عرفناك غير كنتي صغير من عرفناك غير كنتي صغير كنهزك المصور عمري ديك حتى الحلوة ديال الكوك طاطاك بصايا كلكا غير الحلوة ديال الكوك في الاشارة ان بوز كيوت كيليميني ماشي ديال الراب وما تجيش محمس بزاف لا تسخف كينا بالمسلوب بوز قال في نفس الفيديو بلي الحماس ديالو في الراب هو اللي خلاه يشق طريقه بوحدو شنو واش وقع بيناتكم شي بروبليم ولا غير لا ما كاينش مشكل غير هو كي كنت انايا علاقتي بالراب في ذاك الوقت وعلاقته هو بالراب ما كانتش بحال فهمتي بحال اللي قلتي كان ما كانش انتريستي كما كنت انا انتريستي بزاف وهاد البلان مر بناي كان جاي نخدم شي بلان كنطيحو شي اجي نديرو هادي ودي فهمتي داك صداع الراس فهمتك حاولت نيفيت هذاك صداع الراس اما راه مازال علاقتنا مزيانه يعني مازال كنتلاقاو مزال الجديد جاي و2018 ان شاء الله غنرونوها وحنا بديناها في عين عوده وديديكاس لكاع الناس ديال عين عوده عاصمه كانت معكم مول مايك قناوي تناول الجديد وابيس ديالكم عاي